في حاتم الحاج على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على اي اف ام كما كل يوم من 7 ل 8. اليوم حلقه خاصه معناها بعد اللي صار اليوم والبراتفير اللي ما بين مجلس النواب وما بين قصر كرتاج, خاطر سي فريمون براتفير لكن يقدم براتفير دستوري وهذاك اللي نحبوه نحن. فماش ما نحبوش العنف, نحبوا تصادم الافكار والجدل يكون دستوري وقانوني. دونك استقالة رئيس الحكومة السيد الياس فخفاخ, فما زاد فما إيحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة اللي قاموا به أحزاب يمكن يشكلون المشهد السياسي الجديد, التحالفات الجديدة هذوما. لكن هذا الشأن السياسي خليه لبعض. أول حاجة ساعة باش نشوفوا شنو اللي دستوري وشنو اللي مش دستوري في اللي صار اليوم, ولا شنو التأويلات والتعليقات. معنا السيد الأستاذ أمين محفوظ, أستاذ قانون دستوري. أهلا بك سلامين. أهلا وسهلا, مرحبا بك. يعيشك خويا. باهي معناها أستاذ في القانون الدستوري راهو شيخ الأيامات, معناها شفنا ديكات فيجور اللي عنا تو 6 شهور ونحن راهو في ديكات فيجور معناها تتتالى ولا تتشابه. هل هذا راجع للدستور متاعنا اللي مازال ما خذاش, معناها مازال أخضر, معناها عودو مازال أخضر؟ هو فعلا مني الشيخ وانا من جهة اخرى ماذا بيا كان نسمع اراء سيطور المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية, خاطر مصير البلاد باش يكون بين يديهم. دونك ماذا بيا نسمع, انا متفرج فهمت. دونك حاصل باي اليوم اللي صار اليوم قانونيا دستوريا عفوا, شنو تعليقك عليه الجانب الدستوري؟ والله يعني سمعت أنا يظهر لي في الأخبار عن تمتوى ردود فعل بعض الأحزاب حول هال معناها توشيه اللائحة لسحب الثقة من حكومة سيد ياس فخفاخ من جهة, من طرف النواب يظهر لي 105 حتى ولا 105 هما 105, ومن جهة ثانية سمعنا خبر استقالة السيد ياس فخفاخ. نحب نبين اللي احنا النظام ما تعرف يشبه الكل شيء وما يشبه لحد شيء, معناها ما نجموش نصنفوه, لكن اخذ بعض تقنيات النظام البرلماني. ولكن حتى في النظام الرئاسي تو نشوفه معناها نفس تم فلسفه من نوع اخر, هي الامبيتشمنت تصير مع رئيس الدوله زاد كيف نفس معناها في النظام الرئاسي مثلا الولايات المتحده الامريكيه ما فماش مسؤوليه سياسيه لرئيس الدوله, لكن كيف يرتكب جريمه ولا حاجه يعملوا الامبيتشمنت اللي يتحرك الكونغرس لعزل رئيس الدوله. يشابه شويه المسؤوليه السياسيه في النظام البرلماني, انه وقت البرلمان يبدا ما هوش فقد الثقه في الحكومه يصوت على لائحه لوم, هذه تسمى لائحه لوم, وبها تنتهي اذا كان قاعد تصوت عليها تنتهي الحكومه. لكن في الاثناء سواء في النظام البرلماني والا في النظام الرئاسي, اذا كان المعني بالامر قدم استقالته حتى ولو انطلقت الاجراءات تاع توجيه لائحه لوم, فهمت كيفاش؟ حتى ولو انطلقت الاجراءات, اذا كان المعني بالامر قدم استقالته انتهت المسارات الاخرى والاليات الاخرى, الاولويه للاستقاله. حتى ولو مثلا لائحه اللوم هذه وسحب الثقه وردت في الفصل 97 والاستقاله وردت في الفصل 98, معناها الترقيم هذا ما عندوش تاثير. ما دام ثم استقاله, لانه الغايه من لائحه اللوم او الامبيتشمنت مثلا هو انهاء وجود الحكومه هذه, ما هكا ولا وقت اللي تستقيل الحكومه انتهى الموضوع, معناها ما عادش نجموا نكملوا حتى ولو كانت الاستقاله لاحقه لانطلاق عمليه توجيه لائحه اللوم. لكن هذا مش راي اللي عملوا اللائحه. لا هذوك رايهم ماهوش راي نتاع مختصين في القانون الدستوري, هذوك راي نتاع سياسيين مع كل اسف اللي كيف يتكلموا في الماس ميديا يتكلموا كيما مش بالطريقه اللي يفكروا فيها هما. وهذا بالطبع نعتبره نشاز ونعتبره موقف سياسي أكثر منه معناها موقف علمي يتعلق بمتابعة سير الأنظمة السياسية, وخاصة
في خصوص المسؤولية السياسية للحكومة في الأنظمة البرلمانية. بي أستاذ، تقديم الاستقالة وقبولها زادة معناها فما معناها يلزم قبولها الاستقالة مش هكا؟ أي أنا ما دام قدمت بالطبع، هو سيد رئيس الجمهورية يعلم رئيس مجلس النواب، يظهر لي أعلم رئيس مجلس النواب، إذن صحيح معناها تم إعلام رئيس مجلس النواب. ولهنا في الحالة هذه إذن الدستور بتاعنا تعرف احنا اخترنا طريق معقد جدا ومكلف جدا في خصوص مسائل تشكيل الحكومة. هنا يريحين الفصل 98 إلى الفصل 89، لأنه رئيس الجمهورية هو الذي سوف يرشح الشخصية الأقدر معناها في الحالة هذه، والشخصية الأقدر هذه عندها شهر لتشكيل الحكومة والفوز بثقة البرلمان. وإذا ما فازت بثقة البرلمان يعني انتهي 109، لكن إذا كان ما فازتش بالثقة فعندنا إشكال دستوري جديد، مش نصطدموا بإشكال دستوري جديد، واللي الحل باش يكون فيه عند سيد رئيس الجمهورية مرة أخرى. شنو الإشكال الدستوري الجديد؟ أنه من جهة عندنا الفصل 89 اللي يقول بعد معناها مضي الشهر هذايا نتاع الشخصية الأقدر رئيس الجمهورية في حالة الفشل في فوز الحكومة هذه بثقة البرلمان له أن يحل البرلمان، هذا من جهة. لكن عندنا من جهة أخرى الفصل 77، وهذا هو الإشكال، اللي يقول أنه لا يمكن حل البرلمان بعد نيل أول ثقة بعد الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر، يعني حكومة سيد الفخفاخ اللي هي أول حكومة فازت بالثقة بعد الانتخابات البرلمانية، وهذا تم يظهر لي في 26 فيفري ولا 27 فيفري زي ما نتأكدوا نعرفوا التاريخ. دونك عندك 6 أشهر ما عندكش الحق تحل البرلمان، دونك عندك تصادم بين الفصل 77 من الدستور والفصل 89 من الدستور. ولهنا باش تعرف كيف الدستور يتدخل في التفاصيل ويتدخل في ما لا يعنيه، يحطنا في مشاكل. الوحيد اللي قادر اليوم باش يحل المشكل هذا هو سيد رئيس الجمهورية. إذا تو نشوفوا سيد رئيس الجمهورية فما اتجاه يمشي في صورة الفشل، فلأنه يمشي في اتجاه حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، أم أنه يقرر باش يكلف معناها عنده الإمكانية من تو باش يحل البرلمان. باهي، والحكومة ذي وقتاش تتسمى حكومة تصريف أعمال؟ نعم حكومة تصريف أعمال إلى أن تنال الحكومة الجديدة معناها ثقة البرلمان. معناها من اليوم توا تعتبر حكومة تصريف أعمال بالاستقالة. نعم. باهي. فما قيادات في أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي قالت اللي المسار إقالة بعض الوزراء سيتواصل، هل من حق حكومة تصريف أعمال إقالة بعض الوزراء؟ والله هو إشكال معناها، لأنه كيف تقدم استقالتك؟ النص يقول لك معناها اذا كان قدم استقالتك هي الحكومه استقالت برمتها يعني بالاعضاء الكل يعني هذا هو ال دونك ما تنجمش تقيل وزير بطبيعته حكومه نتاعو مستقيل. لا اما اشكال، قلت لك اشكال لانه هل من صلاحيه رئيس حكومه قدم استقالته إقالة عضو حكومة في حكومة تصريف أعمال حتى كان عملها شنية التبعات الدستورية والقانونية لها معناها ما يمكنش معناها حتى الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية لأنه هذا يتعلق بتشكيل الحكومة مسألة سيادية. إذا لهنا فما إشكال ما خبيش عليك، هذا من تبعات الخيارات اللي وقع معناها مشينا فيها في دستور 27 جانفي 2014، وهي خيارات كارثيه على مستوى تشكيل الحكومه سواء في الوضع العادي او كذلك عند وجود ازمات. هذا امر عادي، راهو الانظمه السياسيه تعرف ازمات، ولكن على الاقل توفر حلول مبسطه غير مكلفه وواضحة. احنا مع كل اسف دستورنا
في كل حل فيه مشاكل وفيه تبعات، وعندنا إشكال حتى في تناسق الفصول فيما بعضها. معناها حتى ولو أنه الدستور يقول تؤول الفصول معناها كوحدة متجانسة، ما سي با فري، معناها ما هوش ممكن. لعل أكبر دليل كما قلت لك ها وصلنا أنه ثم تصادم بين الفصل 89 اللي يعطي الإمكانية لرئيس الجمهورية في حل البرلمان في صورة فشل الشخصية الأكبر في تشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى عندك الفصل 77 من الدستور اللي يقول لك بعد 6 أشهر من نيل أول حكومة لثقة البرلمان المنتخب لا يمكن حل البرلمان معناها في مدة 6 أشهر. معناها كما قلت لك تحسب 6 أشهر من فيفري تلقى 6 أشهر يفاو في أوت. شكون باش يحسم؟ شكون باش يلقى محل الإشكال الدستوري هذا؟ اليوم الكلمة الأخيرة سوف تكون للسيد رئيس الجمهورية. شكرا لك سي أمين محفوظ أستاذ قانون دستوري، شكرا على المعلومات القائمة هذية. نحاولوا نلخصوها من بعد نشوفوا زاد آراء بعض السياسيين. دونك باش نلخص، الحكومة تعتبر حكومة تصريف أعمال إلى أن يقع تشكيل ولا تعيين رئيس حكومة جديد، واللي هو بيدو يزمو في عنده شهر في يده باش يكون الحكومة متاعو. استقالة الحكومة وتعتبر استقالة جماعية، دونك إقالة وزراء في وسط حكومة مستقلة معناها كات فيغور يمكن منطقيا لا يجوز ودستوريا أسيء، خاطر بون دستورنا كما قال أستاذنا السيد أمين محفوظ الدستور فيه برشا يمكن الثغرات. أنا يمكن نعتبر زادة اللي كنا تلمو متخوفين من تغول ولا استغلال لحزب ولا لطرف ما نفوذ للتغول ولا لإرجاع الدكتاتورية لكسيد زيل هذين بين ظفرين، هو اللي أعطانا دستور يحمل برشا برشا تأويلات. نخرجوا فاصل صغير بعدش ناخذ مكالمة ثانية. شكون معنا؟ سي زهير مغزاوي، ناخذوه جوست بعد الفاصل.